بسم الله الرحمن الرحيم. يعاني كثير من الأطفال من تدني الثقة بالذات أو الشخصية الضعيفة. يا ترى من أين جاءت هذه الشخصية وكيف تولدت عند الطفل؟ يوجد أسباب علمية كثيرة ذكرتها في كتابي صناعة الطفل الواثق أو بناء الطفل الواثق. السبب الأول، قد تكون هذه التدني الثقة بالذات عند الطفل وراثية فطرية مأخوذة من جينات الأم أو الأب، وقد تكون بسبب سوء التربية. نوعية التربية التي تعرض لها الطفل كانت قاسية بزيادة أو مهملة، أو سوء التعامل مع الطفل في خاصة في أول 6 سنين، فتولد عنها طفل بشخصية ضعيفة. وقد تكون من أهم أسبابها كمان تراكمات الإحباطات والتجارب الفاشلة لدى الطفل في الطفولة المبكرة، الطفولة المتوسطة، المتأخرة، في المراهقة، بداية المراهقة كان في تراكم للتجارب الفاشل غير الناجحة، ما إحباطات من هنا وهنا، تراكم الطفل فكون اعتقاد سلبي عن الذات أنه أنا ضعيف ما أصلح. أيضا من أسبابها أسباب تدني الثقة عند الأطفال قد تكون أسباب خلقي، إشي عضوي في جسم الطفل، يكون عنده مشكلة في يده، في عينه، في لسانه، في عرجة في الرجل، مشكلة في أحد أعضاء الجسد، فيصبح حساس فينتقد ذاته كثيرا فيصبح شخصية ضعيفة. أيضا من أسبابها أيضا الاضطراب الأسري، المشاكل بين الزوجين. يعيش الطفل أحيانا في أسرة فيها اضطرابات أسرية بين الزوجين، وكثرة الاضطرابات ومشاهدة المشاكل الزوجية تولد الطفل إحباط وشعور بتدني الثقة بالذات. أيضا اليتم من الأسباب التي تجعل الطفل ينظر نفسه نظرة سلبية، نظرة دونية، نظرة فيها نقص. ليش عندهم أب وما عندي أنا أب؟ ليش عندهم أم عندي أم؟ أين أبوي أمي؟ إذا كان فاقد الأبوين معنا، وهذا يؤدي إلى نزول الثقة. أيضا من الأساليب أيضا السلبية التي تتخذ مع الطفل وتؤدي إلى تدني الثقة بذاته هي الإيحاءات السلبية من الكبار، سواء من أمه، من أبوه، من المعلمين، من الأعمام، من الأخوان، من الإخوان الكبار. الإيحاءات السلبية مثل أنت فاشل، أنت ما تنفع، عمرك ما رح تصير، أنت ما تستطيع، عامل حالك أبو زيد الهلالي، عمرك ما هتوصل ولا هذه الإيحاءات تنغرس في عقل الطفل ويتقمصها في المستقبل حقيقة واقعة في سلوكه من كثر ما أخذها من الكبار والآخرين. أيضا كثرة الانتقادات تولد عند الطفل زي الإيحاءات السلبية إحباطات وتدني الثقة. أيضا كثرة المقارنات السلبية مع غيره من الأطفال، شوف ابن عمك أنت ما تفهم، أنت حمار ما تفهم، أنت غبي ما تفهم، شوف ابن عمك أحسن منك في العلامات، وشوف أخوك أحسن منك، عمرك ما راح تصير. المقارنات السلبية مع أطفال آخرين تؤدي للإحباط، مع كثرتها تؤدي للإحباط والدنو نزول الثقة. أيضا من آخر نقطة نختم بها وهي من أسباب تدني الثقة الطفل بنفسه هي المثالية الزائدة عند الأم أو الأب في التربية. تطلب الأم أو الأب تربية نموذجية من ابنها أو سلوك نموذجي من ابنه أو بنته، وهذا السلوك لا يستطيع الطفل أن يصله لهذه قدراته. فالمثالية الزيادة من الأم والأب، خاصة إذا كانت الأم والأب صاحب شخصية قلقة وسواسية، قد يحبط الطفل مع الأيام ويؤدي إلى شعورنا مو قادر أصل للمستوى اللي يطلبه أبوي أمي مني. لذلك يبدأ شعور تدني الثقة ينزل عنده، ومع السنوات مع وجود المثالية الزيادة من الأم والأب وعدم مراعاة ذلك تنزل بقوة الثقة بالنفس لدى هذا الطفل. كيف نبني طفلا واثقا من نفسه؟ هذا الموضوع بناء الطفل الواثق أو صناعة الطفل الواثق ألفت فيه كتابا رقم 5 من الكتب المؤلفة، سوف يصدر قريبا إن شاء الله بإذن الله، سوف يباع في كل الدول العربية ومنها مكتبة جرير في السعودية. الآن هذا موضوع شيق ولا يوجد كتب في السوق تتحدث هذا الموضوع، بناء الطفل الواثق، كيف نبني الطفل قوي الشخصية الواثق الجريء الشجاع. ونعاني خلال ما رأينا في العيادة السلوكية وفي العلاقات الاجتماعية أنه في أطفال كثيرين خجولين، ما عندهم وثقتهم نازلة، وبعضهم منعدم الثقة بالذات. كيف نبني الثقة قوية في الطفل؟ أنا عارف هذا موضوع طويل ولازم نقرأ الكتاب اللي ألفناه، لكن ممكن نعطي ملخص أو أفكار سريعة كيف نبني الطفل الواثق، أو كيف نستعيد ثقة الطفل ثقة ابني ثقة الطفل في ولدي.
الآن الطفل واثق. لاستعادة الطفل وجدت أنه في ثلاثة أفكار مهمة لابد أن نطبقها مع أطفالنا حتى نبني الثقة في نفوسهم. أول نقطة الاستماع له، الطفل يحتاج إلى الاستماع. إذا كان البابا والماما ما يستمعوا لأولادهم، الأب والأم لا يستمعوا لأولادهم، يبدأ الطفل مزعزع الثقة. كلما استمعت لابنك وكلما أصغيت له وتحدث معك وما خاف منك ولا خاف من ردة فعلك وأعطيته حرية الكلام، يبدأ الثقة ترتفع له، يبدأ يبادر بدل ما يسكت خايف لأنه عارف إذا تكلم حيتعاقب أو يتبهدل. إذن الاستماع. ثم النقطة الثانية المحاورة، وجدت أن المحاورة نقطة أساسية في تعزيز الثقة في نفس الطفل. أخذ وأعطي أنا وياه، أي أتناقش، طيب لو عملنا هيك يا بابا، لو عملنا هيك يا ماما، طيب لو عملنا الطريقة هذه مو أحسن، طب مو هذا التفكير يعني غير سليم، طب إيه له سلبيات هذا الموضوع. أتناقش أنا وياه، نأخذ ونعطي، ماذا نفعل بهذا الموضوع. إذن الاستماع، المحاورة، وأنا أسأل الآباء خاصة وليس الأمهات، كم تعطون لأولادكم يوميا من دقائق وتجلسون تستمعون لأطفالكم أو تحاوروهم؟ كم يأخذ منكم وقت هذا؟ بعض الآباء لا شيء، صفر، زيرو. إذا كيف تطلب ابنك يكون قيادي ولا واثق ولا جريء؟ ثم النقطة الثالثة المشاورة، أشاور طفلي، إيش رأيك تحب تأكل اليوم يا ابني أو يا بنتي، تأكلي هيك ولا هيك؟ ماذا تحب أن تأكل اليوم؟ ما تحب أن تلبس في هذه المناسبة؟ عندنا طلع اليوم ويكند الخميس، وين تحبوا تروحوا؟ وين أي منطقة حابين تغيروا جو؟ أستشير أولادي، رغم أنه مو حاجة أستشيرهم في قضايا بسيطة، لكن باب أنا أحب أشيرهم، أنا أحب أعزز ثقتهم بنفسهم، أحب أسمع آراءهم، أحب أشاركهم يتفاعلوا معي. إذن الاستماع والمحاورة والمشاورة عناصر وركائز أساسية لتدعيم ثقة الطفل بنفسه، فلتنتبهوا أيها الآباء جميعا. بعض الشخصيات بتخاف تدافع عن نفسها أو ترد على الانتقادات مع أثناء التواصل الإنساني، خوفا أنها ما تخرب على سمعتها وتحافظ على أدبها وما توتر علاقاتها مع الآخرين أو يوتر علاقاته مع الآخرين. هذا المبدأ اللي بتبناه أو هذا الاعتقاد بتبناه هذول الشخصيات ترى بتعبهم، بيخليهم دائما ضعيفي الشخصية ومستغلين، وبتعرضوا للانتقادات دائما وما بيدافع عن أنفسهم. الناس عرفت طبعهم فبيعاملوهم على أساس طبعهم هم، فلما يتغيروا ويغيروا هاي القناعات السلبية الضعيفة بتخليهم ضعيفي الشخصية، بتخلي الطرف الآخر يعاملوهم على شخصياتهم الجديدة اللي تطورت، وهي قوة الشخصية والدفاع عن الذات، وتكلم والدفاع عن الذات والرد على الانتقادات أولا بأول. ردت دائما أنا من حقي أدافع عن نفسي، من حقي أبرر، من حقي أني أرد الانتقادات، هذا من حقك، كل الناس بيمارسوا هذا الحق. ليش أنت جعل دورك كشخصية طيبة بزيادة وخجولة، جعل دورك وبتقول أنه أنا بخاف يزعلوا مني؟ طب مهم الناس اللي حواليك كل يوم قاعد يمارسوا هذا الحق، أنت ليش تارك هذا الحق تبعك؟ بعدين إذا زعلوا لما تدافع عن نفسك وحكيت طريقة أدبية ومحترمة ودافعت عن نفسك، هذا ما بيزعل، اللي بيزعل من الحق بيكون هو غير حقاني، بالتالي أنت من حقك دافع، واللي بيزعل بعدين يرضى يا أخي، لا تشيل هم الناس، مهم الناس كل يوم بيدافعوا وبيحكوا اللي بدهم إياه وبيرفضوا وبيعتذروا وبيقولوا لا بشكل مؤدب، وما رعوا أنك أنت زعلت ولا ما زعلت، وأنت كمان أمارس هذا الحق في حياتك، وبحيث أنه اللي بيزعل بيرضى بعدين، خاصة أنك أنت حكيت بشكل مؤدب وما قصدك تجرح الناس، ونفس الوقت أنت كنت بأسلوب راقي ومارست حقك. إيش اللي بيمنع الناس يمارسوا حقوقهم في إنه يحكوا لا للآخرين ويدافع عن نفسه ورد عن انتقاداته ويطالب بحقوقه في كل مكان حتى في الوظيفة؟ إيش اللي بيمنع؟ هو غالباً كثير من الناس بيعانوا من ضعف الشخصية أو الخجل أو الطيبة الزايدة، أو الخوف من الرفض والرد من قبل الآخرين. فهذا الموضوع، هذا حق من حقوقه، اللي بيمنع الناس من يتغير اللي هي دائرة الأمان، يعيش في منطقة يخاف يطلع برا ويواجه يعمل عكسه فبتوتر، يخاف منه هو يغلط يتفشل فيرجع مرة ثانية لدائرته القديمة ويمتنع عن المطالبة بحقوقه أو يقول لا للآخرين أو يدافع عن نفسه ويرد على الانتقادات. هذه دائرة الأمان. اعرف أنه أنت لما تيجي بدك تدافع أول مرة عن نفسك وتطالب بحقوقك حتشعر بالغربة والصعوبة،
فحتشعر نفسك مو راضي عن نفسك، انها جديده عليك، مره ثانيه، مره ثالثه، مره رابعه، خامسه، سادسه، بتصير عندك عادي وتغيرت وخرجت من دائره الامان السلبيه. لما تطلع من هاي الشخصيه القديمه اللي مو قادره تدافع عن نفسها وترد على الانتقادات وتلاقي صعوبات كبدايه طبيعي لان انت مو متعود، لكن مع كثرة المواجهة والممارسات حتلاقي الأمر صار سهل ومن حقك، وتشعر بطعم الإنجاز اللي عملته لأنه أنت بديت تتذوق المكاسب الإيجابية نتيجة تغيرك والدفاع عن الذات والرد عن الانتقادات. فعشان هيك هذا التغيير ما بيجي فجأة، بده وقت، بدك تصبر وتتحمل، لأنه كثير من الناس في أثناء تغيير سلوكيات عندهم بيجد صعوبة كبداية لأنه مو متعود عليه، وجد قلق، لكن بعدك بصير عنده عادي طبيعي، وهذا من حقك. اصبر عليه، جرب وشوف النتائج، حتلاقي نتائج كثير حلوة.